تخيل ان المكان ده موجود في مصر. خليني اقولك، سر النهارده موجود في محافظة سيناء، تحديدا في جبال الحمراء في مدينة طابة، الوادي الملون. قبل كده كان مكان عادي، بس فجأة اتشكلت صخور بألوان مميزة ومختلفة طبيعية جدا، وده بسبب التفاعلات الكيميائية بين الصخور والمواد اللي بتنزل عليها من مية المطر والرطوبة، اللي خلاها تظهر بألوان زي البرتقاني والأصفر والأحمر والبني والأسود. والغريب إن على حسب بعض الأقاويل يعني إن المكان ده كان مهم جدا في تاريخ النوبيين، واللي كانوا بيسكنوا في المنطقة دي أيام الفراعنة، وكانوا بيستخدموا الوادي كممر تجاري عشان ينقلوا فيه بضايعهم من سينا للرقة. بس يا سيدي، وده كان سر المكان.